على سبيل المثال وهي حاجة مؤشر انه اردوغان كل هذه السنوات بيكذب وبيقول للناس انه هو مش بيقول للناس طبعا من نافلة القول انه يبقى عنده شهادة جامعية تخيل انا عمال اتكلم وفي الاخر يطلع انا عندي شهادة مزورة مثلا يعني يبقى كل اللي بقوله ف... يعني وهو هناك والطيور على اشكالها طاقة يعني ما هو عنده مين عنده ايمن نور وعنده مين وعنده فاكرين مرسي لو كان بيتكلم انا في وكاله ناسا الفضاء والاخوان يقول لك ده عالم فضائي بيعمل في وكاله ناسا ورجع بعد كده قال حلف بالطلاق انه قال انا ازاي قلت ما كده اصلا انا الاكاذيب بيتنفسوا الكذب كل هؤلاء يتنفسوا الكذب وعندما يجلسون بعضهم لبعض بينهم بعض بيحلل الكذب بيقول علشان نضحك على هذا المجتمع الجاهلي وفكره التقيه انه اظهر عكس ما ابطن وفكره انه يقسم كذب يعني كان الـ 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 الاخوان معروفين يجي يحط في اللي يقول لك والله ده فلان الفلاني الاخ مرسي يحفظ كتاب الله ويحفظ نصف الحديث يا عم ده يقول لك ده حافظ كتاب الله هو حافظه حطه في العربيه حطه في حاجه شيك يحفظه جام الحفظ مش يحفظه يعني يردده ويحفظ نصف الحديث نص حديث اي حاجه كذب يقول لك يا عم ده انت كده بيقول لك ما هو انا مش قصدي اكذب بس قصدي اخلي اللي قدامي ينبهر بيا نفس الطريقه ونفس الكلام ونفس الاكاذيب هي واحد تركي مصري اردني تونسي عراقي في الاخر الاخوان جماعه لها ما يعني يميزها عن باقي البشر العاديين لانه الصفات المميزه لهم الكذب الخداع استخدام الدين محاولة إظهار عكس ما يبطن كل هذا بيمثل جماعة الإخوان اللي بينتمي لها فكريا رجب طيب أردوغان هذا الكذاب اللي افتضح أمره أنه لا يحمل شهادة جامعية